السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، يا هلا وكثير الهلا بكم، يا هلا وكل الهلا، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو نبات العاقول، ما شاء الله نلاحظ النحل. طبعا نبات العاقول يسمى أيضا عاقول مغربي، ويسمى شوك الجمل، من النباتات الشوكية. طبعا هذا نبات العاقول له استخدامات طبية، أهم الاستخدامات الطبية الناجحة والفعالة والمجربة أيضا، هو لعلاج تنزيل الحصى في المرارة وفي أيضا الكلى. يعتبر هذا النبات مقوي للجسم، وهو من مراعي الإبل، ترعاه الإبل هذا النبات الشوكي وأيضا الماعز. الآن ذروة تزهير، تاريخ اليوم 25/5/2024. هذه الأزهار الجميلة، وهذا النحل ما شاء الله. طبعا استخدم في السابق السومريون، نبات العاقول لتحسين خواص التربة وخصوبة التربة. طبعا لهم طرقهم الخاصة لاستخدام هذا النبات لزراعته وتحسين خواص التربة. نبات العاقول، تقبلوا تحيات محدثكم مبارك الزهيري.